سندريلا نرحبوا به سعداء جدا بالتحاقه. بحذانا تعب شويه النقيب والله يسيق مريضه ويجيكم اليوم يكوع. نتمنى له شال الشفاء العاجل. لو جرو المايسترو الفنان والنقيب مقداد مناظر كنت مجيه توا وليت نلتحق معناها البارح ليله كلبه فهمتني خاطر الشوفاج اللي يدفي الاولاد تحرق دونك بتنا في البرد. بعد البرد نتاع الحوار انتقل الى برد حي برد الدار باش تبدا هكا موزونه السجع وانا عامل روحي زعما فهيم ديما كالعاده ديما عندي الفره هذيك اللي ديما ندفع حقها فهمتني ماشي في بالي صباح شوفاج هذاك باش نهزو باش نصلحه ونبدل له لمبوبات يا اخي طلع كبير شويه كل شيء يا اخي رست لي فركته شوف قداش الحكايه طويله باش نحي ابو ما حبيت نحي حتى شيء ضرب التليفون قلت لعل ذا التاكسي اللي انا باش يهزني طلع مش التاكسي طلعت الا فريده اللي كلمني عليها الشيخ احمد سيدي خويا الصغير وياكل بحذاها في الحوت قالت لي جيب جماعه الراف ياكلوا الحوت في الزهروني كل شيء فبارك الله فيها تبيع في الحوت فهمتني ورسات لي هزيت الشفاجة دي متأخرا فهمتني وخرجت معناها في الحالة هذه وهذا كل ايه واخذيت تاكسي طلعت له البخ واليوم هاني التحقت لا لاباس اي سي حاتم انت عاد من الكونفور تبارك الله اي سيدي بارك الله فيكم ولاباس شكرا لك مقداد تفقدوا لي الفيشه نتاع مقداد ونتمنون دي ماري يلا خليوه دي ماري نهارو خليوه دي ماري نهارو سعاده كونفينابلومون نتفيو ونعاودوا نشعلوها خاطر انا خرجت من ساق ومذروبه تعديت للشوفاج انبوب الشوفاج الا فريده الحوت هذا الكل في نفس الحكايه زياده تحديد كي صبعك تضرب في قلص كيما نعرف تصير طول يطلع الفوق الضربه تطلع الفوق نتمنى له الشفاء العاجل الشفاء العاجل للجميع تحيه لكم وين ما كنتم سلموا على صديقنا تاكسيست اسمه شكري جات معها المخرجه صديقتنا نادية بالحاج شكري يحبكم برشا ويسلم عليكم برشا الناس الكل نسلموا عليه ونسلموا من خلاله على اصدقائنا التاكسيستيه الكل هذه رف معك حتى للتسعه ونص نتاع الصباح انطلقت الرحله